أن الاتفاقية بروتوكول مونتريال الخاص بحماية طبقة الأوزون تم الالتزام به رغم الظروف الصعبة التي مرت بها سوريا، رغم الحرب الكونية التي تشن عليها، ولكن سوريا دائما هي ملتزمة بتنفيذ كافة الاتفاقيات، فقد راعت كافة الشروط الفنية والتقنية للتخلص من كافة الأثار الضارة للغازات المسببة للاحتباس الحراري أو الضرار بطبقة الأوزون، لدرجة أن وصلنا ل 98% من التخلص من هذه الغازات ضمن القطر العربي السوري، وتم استعمال الغازات الرديفة التي تكون صديقة للبيئة ولا تؤثر لا على طبقة الأوزون ولا على الاحتباس الحراري. سوريا وضعت برنامج خاص بوقف أولا استيراد المواد المضرة بالبيئة والخاصة بطبقة الأوزون، ثانيا حددت الإجراءات القانونية والرخص التي تمنح للمنشآت الصناعية التي تستخدم التي تنتج التجهيزات التي تستفيد من هذه الغازات والزمتها باستعمال الغازات البديلة الصديقة للبيئة. أي إجراءات تقوم بها دولة بمعزل عن المجتمع الدولي هي إجراءات لا تعتبر كاملة أو تعتبر ناقصة، لذلك هناك اتفاقيات دولية اهتمت بهذه القضية مثل اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وهذه الاتفاقية انضمت إليها الجمهورية العربية السورية وكانت من أولى الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقية وكانت ملتزمة ببنود هذه الاتفاقية وبالجداول الزمنية التي كان يضعها بروتوكول مونتريال للتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وأيضا تم تنفيذ عدد من المشاريع على المستوى القطر للتخلص من المركبات الضارة بطبقة الأوزون مثل بروميد الميثيل، مثل مركبات الكربون الكلورية الفلورية المستخدمة في التبريد والتكييف، وأيضا تم إنشاء شبكة لاسترجاع وإعادة تدوير المواد المستخدمة في التبريد والتكييف.